اليوم شرعنا في الحملة التحسيسية حول آه آلية تطبيق القرار الوزاري 1275 شهادة جامعية مؤسسة ناشئة هنا بجامعة واري بومدين آه بباب الزوار الانطلاقة اليوم ستكون مخصصة للأساتذة سواء الأساتذة الذين يشغلون مناصب رؤساء الأقسام أو نواب العمداء أو حتى العمداء كذلك الأساتذة الذين سيكونون مشرفين على هذا النوع من المشاريع وحاولنا اليوم بالتلاقي به حتى نوضح لهم الصوره اكثر وحتى نلاحظ كذلك نحسسهم باهميه هذا القرار وحتى كذلك نعرفهم على اليات تطبيق هذا القرار وما هي الخطوات التي سيقومون بها لتاطير هذا النوع من المشاريع. الهدف الاول والاساسي هو تحسيس الاساتذه والطلبه باهميه هذا القرار والرجوع الى اهم تفاصيله خاصه انه اليوم النتائج الاولى له هذا القرار قد ظهرت من خلال 300 لابيل من خلال اكثر من 1063 براءه اختراع من خلال ايضا يعني حوالي 800 مشروع جاهزه للتمويل على مستوى جامعات الوطن اذا هناك نتائج حقيقيه موجوده لمسناها في السنه الماضيه هذا ان شاء الله هذا السنه ان شاء الله من خلال كل ال... الامكانيات التي وضعت من وزاره التعليم العالي والبحث العلمي ومن خلال مختلف الهيئات التابعه لها ستكون النتائج مضاعفه ان شاء الله في السنه القادمه ونتوقع ان يكون لدينا قدره على الذهاب نحو ت... يعني تاثيث الاقتصاد الوطني وتقديم حجم كبير من المؤسسات الاقتصاديه الى السوق الوطنيه خاصه انه الجامعه اليوم تشهز اعز يعني مراحلها من خلال تحولها الى حقيقه الى قاطره للتنميه الاقتصاديه حنايا اون ايكيب دي بينيفول كي كون كي اون انيشيتيف ايدوكاتيف يعني حاجه تاع خير نديروا دي فورماسيون غراتوي اون بليس اون لين ويدول يعني الاخر تاعنا يعني درنا سيت ويب بور